مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج السلطة الرابعة، وضمن جولتنا في صحف اليوم سنتابع The Intercept تتحدث عن رفض فلسطيني لحكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بعد الحرب. والقدس العربي يقول إن الأردن ومصر تخشيان من تهميشهما في القضية الفلسطينية. الجزيرة نت تتناول اقتراب إيرلندا من خطوة الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل. نبدأ جولتنا في صحف اليوم من موقع The Intercept الذي نشر مقالا للكاتبة أليس بيري حول الحديث الأمريكي المستمر عن حكم السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب، وهو اقتراح رفضه حتى الآن القادة الإسرائيليون والفلسطينيون. وأشارت سبيري إلى انتقاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية للخطة الأمريكية، واصفا إياها بغطاء لفشل المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل بحل سياسي. تقول الكاتبة إن الفلسطينيين يرون قيادتهم إلى حد كبير على أنها مقاول غير شرعي وسلطوي للاحتلال، وقالت إن دور قوات الأمن الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة هو قمع المقاومة الفلسطينية والتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهذا لفترة طويلة كان عاملا رئيسيا في غضب الفلسطينيين من ممثليهم. وترى سبيري أن دور السلطة الفلسطينية في الحفاظ على مصالح الاحتلال في الضفة الغربية هو السبب وراء إثارة احتمال عودتها إلى غزة الكثير من الشكوك بين الفلسطينيين الذين يخشون أن هذا لن يؤدي إلا إلى الاستعانة بمصادر خارجية للقمع الإسرائيلي بدلا من أن يقدم لهم ممثل شرعي للدفاع عن مصالحهم. ووسط تضارب الأنباء عن هدنة مرتقبة، تقول وول ستريت جورنال أن الوسطاء بين حماس والاحتلال فهموا أن حماس منفتحة على صفقة يتوقف فيها القتال لفترة طويلة نسبيا مقابل الإفراج عن بعض الأسرى. وبحسب وول ستريت يعتبر هذا تحولا في موقف حماس التي أصرت في الماضي على وقف دائم للنار مقابل الإفراج عن الأسرى. وتضيف الصحيفة الأمريكية أن التحرك من حماس جاء بعد مقترح إسرائيلي للإفراج عن كل الأسرى مقابل هدنة لمدة شهر وسحب بعض القوات من مناطق في القطاع وحرية الحركة للسكان فيه. هذا وتشير الصحيفة إلى دعوة الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات الطرفين للموافقة على عملية مرحلية تبدأ أولا بالإفراج عن الأسرى وتقود في النهاية لانسحاب القوات الإسرائيلية ونهاية حرب غزة. إلى القدس العربي الذي نشر تقريرا عن خشية الأردن ومصر من تهميش أدوار بلديهما التاريخية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود. ويرى الموقع أن واشنطن تسعى إلى تبديد قلق الأردن ومصر المرتبطتين بمعاهدتي سلام مع الاحتلال بالإشارة إليهما في مباحثات عدة بشأن اليوم التالي للحرب ومستقبل قطاع غزة. بحسب الموقع هناك رغبة وتوجه أمريكي إسرائيلي للضغط على الأردن ومصر للحصول على تنازلات بشأن مسار تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كامل، مضيفا أن عمان والقاهرة يرفضان قطعا مسألة التهجير والتدخل الدولي في إدارة غزة بعد الحرب. واعتبر القدس العربي أن مستقبل دور الأردن ومصر في فلسطين مرتبط بالتغيرات وما ستؤول إليه حرب غزة ومواجهات الضفة الغربية وكذلك التطورات السياسية داخل الكيان ونتائج الانتخابات الأمريكية. وأكد الموقع أن مصر والأردن يعتبران القضية الفلسطينية ثابتا من ثوابت سياستهما الخارجية، واستبعادهما يعني إضعافها وتصفيتها، لذلك ترفضان تهميشهما.
تناول موقع الجزيرة نت اقتراب أيرلندا من اتخاذ خطوة الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. ونقل الموقع عن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن تأكيده أن حكومته ستنظر بشأن قرار الانضمام في هذا المسار القضائي بمجرد أن تتجاوز الدعوى مراحلها الأولية. وأضاف الموقع أن الحكومة الأيرلندية ترى أن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر فوري بإنهاء الأعمال القتالية في غزة يتوافق مع مطالب إيرلندا بوقف كامل لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبحسب الجزيرة نت فإن تصريحات المسؤولين الحكوميين الإيرلنديين هي مجرد رجع صدى لموجة تضامن شعبية لافتة مع القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يشير الموقع أيضا إلى أن إيرلندا كانت بين 32 دولة أوروبية دعمت دعوى أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية ضد روسيا، لكن التحاق إيرلندا بجنوب أفريقيا يعد إضافة نوعية نظرا للخبرة القانونية والسياسية التي راكمتها خلال صراعها مع بريطانيا بشأن استقلال إيرلندا الشمالية. ويضيف أن تاريخ القضية الفلسطينية يتقاطع في كثير من محطاته مع صراع الإيرلنديين التاريخي ضد بريطانيا. نختتم جولتنا في صحف اليوم مع مقال في موقع نون بوست لإسراء سيد التي تحدثت عن الأعباء التي وضعتها الحرب على غزة على الأطفال، وكيف أصبحوا بين شهداء وجرحى ومشردين وجائعين، وفي نظراتهم غضب وخوف من مستقبل مجهول. وتشير إسراء إلى بيانات أممية تقول إن 40% من شهداء غزة هم من الأطفال، مضيفة أن الأطفال الناجين يتعرضون لأبشع صور العنف في حياتهم. وتقول الكاتبة: عدة حروب عاشها الأطفال الفلسطينيون، ومبكرا جدا خاضوا الاختبار وتعلموا الصمود، لكن الحرب الحالية هي الأشد. مضيفة أن الأطفال الغزيين ربما اعتادوا مشهد الحرب لكنهم لم يعتادوا ألم الفقد، فأعداد الضحايا ترتفع يوميا، ومع غياب أفق قريب لوقف الحرب تأتي الصواريخ في نهاية المطاف، ويصبح محظوظا من يجتمع مع آبائه ولو على سريرين متجاورين في أحد المستشفيات. ولا تنسى الكاتبة أن تشير إلى حال مبتوري الأطراف من الأطفال الذين لا يستطيعون العيش كأطفال طبيعيين، يجرون ويلعبون بعد أن أصبحت حياتهم مقيدة بالكراسي المتحركة. وتذكر أيضا مشهد طفل يقف مرتعشا من الرعب، وآخر يقف مصدوما بجوار جثة والده، وثالثا أصبح بين ليلة وضحاها هو الناجي الوحيد بين كل أفراد عائلته. في ختام السلطة الرابعة أترككم مع ريشة أسامة حجاج وهذا الكاريكاتير. إلى اللقاء.